هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون معتدل ليلا، وفي الصباح الباكر يكون حار نهارا على أغلب الأنحاء. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار، صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا وسهلا. أخبار الجو إيه النهاردة؟ احنا طبعا بنشهد اجواء خريفيه مستقره في معظم محافظات الجمهوريه. قيم درجات الحراره تحديدا اليوم هتكون حول المعدل او اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي درجه لدرجتين، وده في معظم محافظات الجمهوريه. مصادر الكتل الهوائيه ما زالت كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، لكن طبعا احنا بدانا يعني نشعر بانخفاض قيم درجات الحراره وكمان انخفاض نسب الرطوبه في الجو، وده اللي بيخلينا نقول ان الاجواء فتره النهار مع وجود اشعه الشمس تكون اجواء ما بين المائله للحراره للحاره فتره النهار في معظم محافظات الجمهوريه العظمى. على القاهره الكبرى اليوم متوقع انها تسجل 32 درجه مئويه داخل فتره النهار، لكن خلال فترات الليل مع الغياب التام لاشعه الشمس طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره كلنا حاسينه، لان الصغرى فتره الليل بدات تنخفض وتكون ما بين 20 ل 22 درجه مئويه في القاهره الكبرى. كمان بعض المدن الجديده والاماكن المفتوحه بتحس بانخفاض قيم درجات الحراره اكثر، فبالتالي اجواء فتره الليل بتكون اجواء معتدله في معظم المحافظات، بل كمان في بعض المناطق بتبقى اجواءها مائله للبروده زي مدن الجديده او المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير، وخاصه فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. واصبح في فرق كبير في احساسنا بقيم درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل. كمان متوقع مع فترات المساء وساعات الليل يكون في نشاط نسبي للرياح سرعته ما بين 30 الى 35 كيلومتر على الساعه، يساعد اكثر على احساسنا بانخفاض قيم درجات الحراره ويساعد على توصيف الاجواء في فترات المساء وساعات الليل، غير مثير لاي رمال واتربه. بالاضافه كمان الظاهره الجويه اللي دايما بتكون مؤثره معانا في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه هي الشبوره المائيه. شبوره مائيه بتظهر طبعا على الطرق الزراعيه والسريعه والفريده من المسطحات المائيه، واصبحت كثيفه في بعض الاماكن، يعني بدات تاثر على الرؤيه الافقيه. يمكن اليوم كانت كثيفه في بعض الاماكن من سواحلنا الشماليه مدن القناه وسط سيناء، واثرت على الرؤيه الافقيه بشكل كبير، لكن هي ايضا سرعان ما بتختفي مع سطوع اشعه الشمس. يعني احنا تقريبا من الساعه 8 صباحا الشبوره المائيه هتبدا تختفي، الرؤيه الافقيه على الطرق هتبدا تتحسن بشكل كبير. طبعا احنا احيانا في فترات النهار بنشوف بعض سحب المنخفضه والمتوسطه بتحيي جزء من اشعه الشمس، فبتساعد كمان على احساسنا بالاجواء الخريفيه، لكن هي غير ممطره، يعني ما فيش اي فرص لسقوط الامطار في اي منطقه من مناطق الجمهوريه، ويمكن الاجواء الخريفيه المستقره دي نكملها معانا ان شاء الله لحد نهايه الاسبوع. يعني لحد نهايه الاسبوع هيظل متوسط قيم درجه الحراره العظمى على القاهره الكبرى ما بين 31 ل 32 درجه مئويه خلال فتره النهار. هو مهم بس احنا في الفتره دي من السنه مع الاستقرار اللي احنا بنعيشه نخلي بالنا من فرق قيم درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل، ومهم جدا لو احنا بنخرج فترات الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل متاخر يفضل طبعا الملابس تكون ملابس خارجيه تجنبا لنزلات البرد بسبب فرق قيم درجات الحراره. مهم كمان القياده تكون بهدوء تام فترات الصباح الباكر مع وجود الشبوره المائيه، وطبعا نستمر في المتابعه الجيده للنشرات الجويه. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع مع بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبدأ كالمعتاد بالقاهرة العظمى فيها 32 والصغرى 22، العاصمة الإدارية 31-21، الإسكندرية 29-20، العلمين الجديدة 29-19، مطروح 28-20، دمياط 29-22، بورسعيد 29-23، والإسماعيلية 32-20. مكملين في خط القناة، السويس درجة الحرارة العظمى فيها 32 والصغرى 21، العريش 29-20، كاترين 28-12، طابة 30-23، حلايب 32-24، شلاتين 35، شرم الشيخ 33-25، والغردقة 34-23.
الفيوم العظمى فيها 31 والصغرى 19، بني سويف 32 19، الوادي الجديد 34 21، اسيوط 32 19، سوهاج 33 20، قنا 36 21، الاقصر 36 22، اما اسوان العظمى فيها 37 والصغرى 22. وبكده مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه نشرتنا الجويه النهارده، معانا لسه فقرات كتير. نرجع على طول لمصطفى وبسنت نكمل معاهم باقي فقراتنا. اتفضلي مصطفى. اتفضلي بسنت. شكرا جزيلا ليكي. شكرا جزيلا.